خطوات إثبات السكن المستقل إلكترونياً في الضمان المطور والمستندات. خطوات إثبات السكن المستقل إلكترونياً في الضمان المطور أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وخطوات إثبات السكن للفرد المستقل في المملكة العربية السعودية في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن إثبات السكن لدى وزارة الموارد البشرية من بين أهم الأمور اللازمة لصرف الدعم النقدي، وقد أشارت الوزارة مسبقاً إلى شروط التسجيل في الضمان المطور وطريقة التسجيل إلكترونيا للأسر الفقيرة والأسر الأشد حاجة، وأوضحت أنواع المستندات المطلوبة لإثبات السكن المستقل في الضمان الاجتماعي المطور حسب نوع السكن. خطوات إثبات السكن المستقل إلكترونيا في الضمان المطور. في وقت سابق أشارت الوزارة إلى بعض التفاصيل عن إثبات السكن في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد أوضحت أنواع السكن بأنها ملك، إيجاري، مسكن الغير، وقف، سكن حكومي، والإسكان الخيري. هذا ويتم إثبات السكن في الضمان المطور باتباع بعض الخطوات. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم اختيار الخدمات، ومنها اختر فئة التنمية الاجتماعية. بعد ذلك ينم اختيار نظام الضمان الاجتماعي المطور والنقر على بدء الخدمة لإنشاء حساب جديد في الضمان. كتابة كافة البيانات المطلوبة والضغط على التالي. اختيار الحالة الاجتماعية مع توضيح معلومات المؤهل التعليمي. النقر بعدها على التالي، ثم املاء بيانات الدخل الشهري. كتابة بيانات الحساب البنكي وتسجيل بيانات التابعين، ثم الضغط على التالي. يتم إضافة بيانات السكن، ثم النقر على التالي. تعبئة بعدها بيانات الأملاك، ثم رفق صكوك الملكية في حالة توفرت، ثم تحقق من صحة البيانات. الضغط على تأكيد المعلومات. المستندات المطلوبة للإثبات السكن في الضمان. حتى يتمكن الفرد المستقل من إثبات السكن في الضمان الاجتماعي المطور، عليه بإرفاق بعض المستندات المطلوبة للإثبات. تقديم عقد إيجار إلكتروني أو تقديم سبك ملكة باسمه مع رفع المرفقات المطلوبة من الهوية الوطنية. على أن يتم اعتماد إثبات السكن من عمدة الحي وتقديم ما يفيد بالراتب الخاص بالمتقدم لإثبات السكن المستقل. تقديم الوثائق الخاصة بالزواج أو الطلاق حسب الحالة وتقديم الشهادة الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة. سبك المنزل والملك الموروث هو سبك باسم المورث وسبك حصر الوراثة. وفي حالة مسكن الغير يتم تقديم تعريف من المالك موثق من عمدة الحي أو مكتب عقار وتقديم سبك مسكن باسم المالك.